هاي جريد 4، معاكم شيماء منير. النهارده مكملين مع بعض ماكملن فور برايمري 4 يونت 4. Let's start with the new words. Please listen to me carefully while I'm reading. Restaurant, recipe, menu, starters, main course, desserts, roast, alam, teaspoon, tablespoon, pepper, parsley, peel, chop, mash. Okay, this is a new words. Let's move to the language building. Here we have the difference between a proper noun, proper nouns, infinitive or prepose. طيب proper noun هو begins with a capital letter، هو بيبتدي بالحروف الكابيتال، زي ايه؟ زي people's names، اسماء الاشخاص. ممكن نقول نورهان، علي، احمد، شيماء، مصطفى. days of the week ايام الاسبوع، tuesday. months of the year شهور السنة. عندنا مثلا names of restaurant اسماء المطاعم والمحلات زي بيتزا. Titles of books مثلا عندك Macmillan for example، فدي بنسميها proper noun. okay، بيبقى capital letter واحنا خدنا أمثلة عليها، أسماء الأشخاص أو أيام الأسبوع، شهور السنة، أسماء الكتب أو كمان أسماء المحلات والمطاعم. okay، طيب احنا حاجة عندنا اسمها infinitive of purpose. infinitive اللي احنا عارفين اللي هو المصدر. طب ده معناه ايه وبيستخدم في ايه؟ it's used to show why we do the action، بيدينا سبب ليه بنعمل الفعل ده. for example dad went to the hospital to visit his sick friend. بابا راح المستشفى to visit، ادي to plus الverb في الانفينيتيف visit، علشان يزور صاحبه التعبان. يبقى احنا هنا وجدنا سبب، reason، وجدنا سبب اللي احنا عملنا الاكشن ده. ليه راح؟ علشان يزور. visit هنا نازله في الانفينيتيف فورم في المصدر، يعني مش متصرفه، يعني مش محطوطه، محطوط في الاخر، اما ing في present continuous or في الباست في الماضي او في present simple. لا، ده محطوط على طول الفيرب في الانفينيتيف في المصدر. ده كان ببساطه النهارده شرح يونت 4 في ماكملن برايمري 4. يا رب يكون قدرت اوصل الموضوع بشكل مبسط وسهل ليكم. For any questions or any comments please let me know. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.